السلام عليكم ورحمة الله، وياكم دكتورة سارة من كلية الإسراء الجامعة. هذه المحاضرة مخصصة لطلبة المرحلة الثالثة من قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية مادة الأجهزة الطبية. المحاضرة اليوم شباب بعنوان Clinical Defibrillator. اليوم راح نحكي عن جهاز الإنعاش القلبي، ولكن النوع الإكسترنال بالخصوص بكل تفاصيله، أو بما يعرف بجهاز الدي سي شوك، جهاز الصدمة الكهربائية. أغلبكم يمكن شافه خلال فترة التدريب الصيفية أو مطلع عليه بمعلومات عامة. هذا الجهاز يعتبر أحد الأجهزة الخاصة بوحدة الإنعاش القلبي. طبعاً إحنا طرقنا بالمحاضرات السابقة إلى جهاز الـ ECG، جهاز تخطيط القلب، وأيضاً شرحنا أنواع الأجهزة اللي موجود داخل وحدة العناية المركزة داخل الـ CCU، وكان الـ Defibrillator هي أحد الأجزاء الأساسية بالCCU. للكلينيكال ديفابريليتر نهاية المحاضرة راح نقدر نميز هذا الجهاز بعد ما نتعرف عليه، تعريفه، البرنسبل مالته، أنواعه. إحنا راح نتكلم بهذه المحاضرة عن الجانب الهندسي اللي يخصكم كمهندسين تقنيين داخل السيركت مال الديفابريليتر. إذا صارت عندي أعطال مثل ما راح تشوفوها مثلا بالسكشن العملي، شنو أنواع الدوائر الكهربائية داخلها، شلون تعمل، وشنو المشاكل اللي ممكن تصير، وأيضا الأجزاء. فإحنا اليوم راح نتطرق إلى بشكل هندسي. هذه المحاضرة راح تحتوي على مثلا الديفينيشن عن الكلينيكال ديفابريليتر، the principle of working, type of defibrillators, energy level of defibrillator, working principle unplug diagram, component with switching power amplifier. طبعا تشوفون الموضوع الـ switching power amplifier إحنا حكينا بالمحاضرات أغلبها، يعني اللي تطرقنا لها إنه لازم أكو أمبليفاير بأغلب الأجهزة اللي يسوي بيك أب سيجنال أو ديليفر سيجنال للأجهزة الطبية. ليش؟ باعتبار الإشارة الحيوية اللي ناخذها من جسم الإنسان هي إشارة كلش ضعيفة، فنحتاج نسوي لها أمبليفيكيشن بكل الأجهزة، سواء نريد نسوي لها بروسيسينج، مونيتورينج، أو نقدر أوريدي كتريتمنت معالجة ننطي بها. فلازم بالبداية الخطوة الأولية إنه نسوي لها amplification. نجي على الـ definition of a clinical defibrillator. Defibrillator are a device that restore a normal heartbeat by sending an electrical pulse or a shock to the heart. They are used to prevent the correct arrhythmia, a heartbeat that's uneven or too slow or too fast. The defibrillator can also restore the heart beating if the heart suddenly stops. بصورة عامة جهاز الديفابريليتر يستخدم للإنعاش أو إعادة عمل الضربات القلبية، الهارت بيتينج اللي يصير. الفكرة الخاطئة الشائعة إنه إذا شخص يعني توقف قلبه لمدة من الزمن، كأن يكون متعرض للحادث بين ما يوصل للمستشفى أو خلال وحدة الإسعاف أيضاً، إنه يسوي له دي سي شوك يرجع يدق. العمل الأساسي لجهاز الديفابريليتر شباب هو يعدل لي أو ينظم لي ضربات القلب إذا كانت الدقات صار بها fasting or slowing أو abnormal beating, irregular beating، ضربات غير معتدلة، يرجع ينظم لي إياها. أو لتوقف لحظي لثواني نقدر نزود charging للهارت على مود يرجع يسوي beating بالجديد. طبعا بتعرفون مثل ما شرحنا بجهاز الـ ECG، وأخذنا شوية هيك clinically عن الأناتومي مال الهارت، عرفنا إنه الـ conduction system مال الهارت الـ primary pacemaker هي الـ SA node المسؤولة عن إنشاء الكهربائية داخل القلب. فلو فرضنا إنه هذه الـ SA node انضربت أو توقفت للحظة، فيجب أن تعاد عملها، فينطوها action potential اللي هي هاي الفولتية بالدي سي شوك، ولكن لمدة قصيرة وليس يعني توقف في كل لحظة، وليس لمدة دقائق أو ساعات. فالعمل الأساسي لجهاز الديفابريليتر هو يعدل لي أو ينظم ضربات القلب. Also known as automated external defibrillator (AED) implantable cardioVator defibrillator (ICD) wearable cardioVator defibrillator (WCD). It is estimated that for each minute impulses between one's ventricle defibrillation and the first shock application, survival to the leave hospital decreases by about 10%.
The importance of a rapid response led to development of the portable battery operated defibrillator and more recently to automatic external defibrillator ADS that enable emergency response to defibrillation with a minimal training. بصورة عامة جهاز الديفابريليشن ما يحتاج تريننج على مود يستخدمه يقدر أي شخص لأنه هو كإنستاليشن جدا بسيط مجرد 2 باتس أو 2 إلكترود تنخلى على الجهاز مع البيشنت تزود بشارج يحددها الجهاز وتعطى للبيشنت بمدة زمنية أيضا الجهاز ممكن يفصلها فالتريننج إلها كلش بسيط طبعا هنا إيش راح يكون إنه جهاز الديفابريليتر هي من الأجهزة الأساسية بالمستشفيات أو وحدات الإنعاش أو الإسعاف لأنها ممكن إنه تحافظ لي على حياة البيشنت وممكن تنقذ حياة أرواح 10% من الأشخاص اللي يفوتون للمستشفى يكون عندهم suddenly cardiovascular يعني arrest بصورة عامة يستخدم جهاز ال DC shock or defibrillator إذا كان cardiac arrest شنو يعني cardiac arrest إذا كان الشخص unconscious إذا كان unresponsive أو إذا كان not breathing إذا لقيتوا شخص غائب عن الوعي أو يعني ما إلى فعاليات ما إلى استجابة حيوية وإذا كان ما يتنفس معناها صاير عندي irregularity بالbeating phantom شلون عرفنا انه صار الريجولاريتي بالبيتنج مالته كل هذه الاعراض ادت الى انه الجسم يتوقف عن العمليه الطبيعيه الحيويه له فنتيجه لتوقف القلب عن ضخ الدم بصوره معتدله ومنتظمه كما هو معتاد لجميع الاعضاء على مود تعمل بصوره صحيحه ومنتظمه فلهذا مثلا تلاقي الشخص غاب عن الوعي او ما يتنفس وبالتالي قل نسبه الاكسجين بالدم مالته نيجي على البرنسيبل of defibrillator uses. An AED lightweight battery operated portable device that check the heart rhythm and send the shock to the heart to restore a normal rhythm. The device is used to help people to have a sudden cardiac arrest. تطرقنا cardiac arrest بسرعة ما أعطي DC shock أو أعطي electricity to the patient with defibrillator على مود أرجع أو أنظم عمل القلب. بصورة عامة مواصفات جهاز الديفابريليتر إنه هو lightweight to battery operated portable devices ممكن حملة يعني يكون مفصول مو كديفايس كلش كبير وهذا ممكن تلقوه داخل سيارات الإسعاف أو داخل الكلينيكال أو ممكن موجود بأي مكان داخل الهوسبيتال. زين هو شنو يحتوي جهاز شنو مكونات جهاز الديفابريليتر يتكون من ستيكي باد والسنسور كولد الالكترود يحتوي على ستيكي باد كمخدات او كباد موجوده تكون ستيكي تنحط على التشست مال البيشنت تحتوي على سنسور متحسسات ذات كولد الالكترود هذه البادز نسميها الكترودات are attached to the chest of someone who having a cardiac arrest The electrode send information about the person's heart rhythm to the computer in AED. هذه السنسر وظيفتها الأساسية ترسل لي معلومات لجهاز الكمبيوتر اللي هو جهاز الديفابريليتر الحالة مال القلب شنو وضعيتها ولهذا قلنا انه هو استخدامه بسيط لانه هو manual using وبنفس الوقت يعني seated انه هو مضبط ومكمل ينطي الدوز مال الالكتريسيتي او ينطي المعالجه للحاله تبع للسنسر للانفورميشن اللي دخلت للجهاز the computer analyzes the heart rhythm to find whether the electrical shock is needed if it needed the electrode deliver the shock اذا كان البيشنت محتاج انه ننطي شوك كهربائيه نسويها ديفيرت عن طريق الالكترودات الباتس وهذا الشكل يوضح لي الانستليشن او البرنسيبل مالته هذول التو الكترود اللي تحتوي سنسور مربوطه الى الجهاز اللي هو مجهز للقدره او الطاقه مال الـ يعني الطاقه الكهربائيه اللي انطيها ديليفرت للبيشنت على مود اسوي ريستور او ريجولار تو الهارت بيت نجي على انواع الديفابريليتر عندنا الاوتوماتيد اكسترنال ديفابريليتر وأكو سيمي أوتوماتيد ديفابريليتر أكو إذا يعمل بصورة أوتوماتيكية أو أكو شبه أوتوماتيكية النوع الأول الأوتوماتيد إكسترنال ديفابريليتر These are useful are they used do not require a special medical training They are found in public place office airports trains stations و shopping center ممكن وجودها بكل هذه الأماكن
They analyze the heart rhythm and they charge and deliver as a shock if it's appropriate. However, they cannot overheat it manually. It can be take من 10 إلى 20 seconds to determine the rhythm. Semi-automated, these are similar to automated but overheated and usually have the ECG supply. وأغلبها هذه اللي تكون داخل الوحدات الكبيرة اللي هي كمستشفيات أو مراكز متخصصة. الأوتوماتيك اللي هو يكون البورتبل موجود داخل سيارة الإسعاف أو موجودة بكل هذه السناتر اللي تتطلب تدخل فوري كمثلا المطارات, الشوبينج, البلايسز, سنترز, الأوفيس, الترينس ستيشنز, كلها ممكن تحتوي على ديفيبريليتر كوحدة من التدخلات الطبية. زين, إيش قد مقدار الطاقة اللي إحنا ممكن إنه نعطيها للبيشنت؟ هل هي إنفينيتي لو مقدار معين؟ طبعاً أنا يعني دا أدخل كهرباء أو دا أدخل هذه الطاقة المحسوبة فولتية لجسم البيشنت فيجب أن تكون محسوبة, مستحيل إنه تكون إنفينيتي. وبالتالي أنا ما أريد أسوي يعني أعطي باقي الأعضاء أو الأورجنز اللي موجودة والتيشو الموجودة للبيشنت. أنا أحتاج مقدار معين محسوب من الفولتية أسلمه للهارت على مود أرجع أسوي ريجوليشن للهارت بيتينج مالته. فالإنرجي ليفل كلش مهم, إن المونوفيز والبايوفيز. Monophase, the cardiopulmonary restriction algorithm recommended a single shock start and repeated at 360 joule. والبايوفيزيك, the CPR algorithm recommended shocks initially من 150 إلى 200 joule and subsequent shocks of 150 إلى 360. إن المونوفيز والبايوفيز. شنو يعني مونوفيز؟ شنو بايوفيز؟ المونوفيز بالكارديوبالمينري التدخل اللي نحتاجه ننطي دي سي شوك, يعني هو الاوبريشن ينطي دي سي شوك اذا كان اكو اشيو بالكاردياك او بالبالمينري فانكشن, وتكون احاديه التطور يعني انطيها مره واحده وتصل الطاقه مالتها الى 360 جول ريبيتد كل 360 جول. بينما البايوفيز بالسي بي ار بالانعاش هو يكون انيشيالي وجراجوالي, يعني أني أنطيه بتدريج ويبدأ من 150 جول صعوداً إلى 360 جول, هي عادةً 150 إلى 200, يبدون بدوز أقل ويصعد. هاي أسميها ثنائية الطور اللي هي البايوفيز. Working principle and block diagram. هسه نجي نتطرق على تفاصيل الجهاز هندسياً كمكونات كهربائية وإلكترونية. All the clinical defibrillator used today to store energy in a capacitor. Desirable capacitor specification include. شباب, الفكرة الأساسية من عمل الديفابريليتر هو جهاز يشحن طاقة كهربائية, ووقت اللي أحتاجه أفرغ هذه الطاقة الكهربائية. إذا نجي نشوف هذه function أي جزء كهربائي إلكتروني أنا عندي, فهي وظيفة الكباسيتر, وظيفة المتسعات. المتسعات أخذتوها من المرحلة الأولى يمكن بمادة الكهرباء من تفاصيلها أو الإلكترون. تشحن طاقة كهربائية, السيف بداخل هذه الطاقة الكهربائية وممكن استخدامها حين الحاجة إلها, نسميها delivered energy. نقدر ناخذ هذه الطاقة اللي خزنتها كأنه هي خزان. فالوظيفة الأساسية من هذا الجهاز اعتبروه خزان للطاقة الكهربائية. أنا أشحن هذا الجهاز وأبدي أخذ من عنده هذه الطاقة وقت اللي أحتاجها بالكمية اللي أحتاجها. فمواصفات المتسعات المستخدمة داخل الجهاز الديفابريليتر إنه تكون small size, مواصفاتها light weight وcapability to sustain several thousand volt and many charge discharge cycle. أهم مواصفات الكباسيتر اللي موجودة داخل المستخدمة بدوائر الديفابريليتر هي إنه تكون صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وإلها قابلية الشحن لآلاف الفولتات وعدة مرات أقدر أشحنها بنفس, يعني هي قابلة للشحن عدة مرات بعدة سايكل, يعني تشحن وتفرغ وتشحن وتفرغ بعدة سايكل. طبعا هذه تم طبقا لقواعد المتسعات. فأكو معادلة أنتوا أكيد مطلعين عليها بالمراحل السابقة اللي هي charging and discharging energy of a capacitor. فهذا البلوك دايجرام يوضح لي الديفابريليتر بلوك دايجرام. تحكم هذه المعادلة إنه WS هي 1 على 2 CE
سكوير، أو مرات تلاقون المعادلة هي نص سي في سكوير. وهسه راح نجي نعرف ببساطة. البلوك دايجرام يتكون من الباور سبلاي اللي يغذي لي الجهاز بالطاقة اللي هو تشارجينج الإلكتروسيتي، فنسمي هنا هذه الوحدة تشارجينج. وأكو هنا ستاند باي يعني حالة التأهب، وأكو ديسشارج. فالوظيفة الأساسية على مود تحبون هذا البلوك دايجرام يتكون من تو ستيشن، تشارجينج ستيشن اند ديسشارجينج والكاباسيتر. فالباور أول شيء عندي الباور سبلاي اللي هي تسوي تشارجينج للمتسعات مالتي، تنطي فيد باك لمانيوال كنترول أتحكم بها. وأكو انرجي ستورج خزان مال طاقة، تمام. اكو ديسشارج، الديسشارج منو يستلمه؟ يستلمه البيشنت، الشخص اللي يريد ننطيه دي سي شوك، بعدين ينطي فيدباك او ينطي اشاره لاي سي جي مونيتور حتى اقدر اعرف الرذم رجعت للحاله الطبيعيه مالتها او صار اكو تغيير او هي شنو الفيزيكال اكتيفيتي اللي تصير بالهارت حاليا. وطبعا اكو سكرنايزيشن هازارد، وتعطي للمانيوال كنترول كانه فيدباك او اوبريشنال على مود اقدر اتحكم بمقدار الطاقة المبعوثة من الجهاز للبيشنت وكذلك الفيدباك اللي يصير على البيشنت. هذا البلوك دايجرام مهم يمثل لي الديفابريليتر بلوك دايجرام. نيجي على وحدة الشحن والتفريغ للمتسعات، تحكمها معادلتين. إذا في حالة الشحن، في حالة التشارجينج، W S هي stored energy in joules، C capacitance in farads، والE or V هي voltage applied to the capacitor. فهذه وحدة التشارجينج. الديسشارجينج أو الديليفرد إنرجي اللي تصير بالجزء الثاني من البلوك دايجرام اللي تروح للبيشنت، دبليو دي هي الديليفرد إنرجي، دبليو إس هي الستورد إنرجي، الآر هي السبجكت ريزيستنس، والآر آي هي الديفايس ريزيستنس. سبجكت ريزيستنس هي ممانعة البيشنت، الشخص اللي دا أنطي، والآر آي هي ممانعة الجهاز. الفيجر الأول show the block diagram for defibrillator must have a built-in a monitor and synchronizer dashed line. Built-in in a monitor speed up diagnosis of a potentially fetal rhythmias, especially where the ECG monitor through the same electrode as they are used to a defibrillator shock. أنا يوضح الأجزاء الأساسية لجهاز البلوك دايجرام مال جهاز الديفابريليتر والوحدات الأساسية منها، مثلا المونيتورينج، الوحدة اللي تنطي للإي سي جي، وحدة السكرونيزيشن هازارد، ووحدة التشارجينج والديسشارجينج. نجي على المكونات components. من شنو يحتوي جهاز الديفابريليتر؟ The DC defibrillator device consists of a several key model, each of which controls practical part of a machine on this unit arm. شباب، أي نوع من أنواع أي موديل من موديلات الديفابريليتر يجب أن تحتوي الدائرة الأساسية مالته إذا نجي عن نظام عمل على الأجزاء التالية اللي راح نتطرق لها. إحنا قسمنا لكم إياها يعني أنا بالمحاضرة لسهولة الحفظ لكم على مود تعرفون من شنو تحتوي المكونات الأساسية. قسمت لكم إياها ستيشن، وحدات يونت، فإلى أربع وحدات. الوحدة الأساسية بالمكونات عندنا Generating High Voltage Unit، الوحدة اللي تسوي لي تجهز لي الطاقة، فهذه أول وحدة Generated High Voltage Unit. الوحدة الثانية وحدة الشحن والباتري Charging the Battery Unit اللي تتم عن طريقها الشحن. الوحدة الثالثة Output Unit والControl Unit، بعدين التفريغ اللي أستخدم هذه الطاقة اللي شحناها بالمتسعة وأنطيها للبيشنت وشون أقدر أتحكم بها. والوحدة الرابعة اللي هي الإلكترودات اللي عن طريقها أوصل هذه الطاقة إلى البيشنت. فإذا أريد أحكي عن مكونات جهاز الديفابريليتر ككمبوننت، هو مقسم، قسمت لكم إياه إلى أربع وحدات لسهولة الحفظ وسهولة الفهم. الوحدة الأساسية الرئيسية لعمل الجهاز، أول وحدة Generating High Voltage Unit، بعدها تجي Charging اللي ده أكتف الجهاز مالتي Charging Battery Unit، الوحدة الثالثة Output Unit والControl Feedback Unit، وعندنا الوحدة الرابعة اللي هي الإلكترودات أو البات. نجي هسا نفصل Unit بعد أخرى. فاليونت الأولى اللي هي أول وحدة Generated High Voltage Unit. In this unit we need a relative high voltage close to 7000 volts in order to get this voltage must design an oscillator.
بصورة عامة أني هاي اسمها وحدة تجهيز طاقة، فأحتاج كمية كبيرة جدا من الفولتات على مود أقدر أجهز الجهاز بهذه الطاقة وأخزنها به، قد تصل هذه الطاقة إلى 7000 فولت. ويجب أن تكون تعرض نوع الفولتية على أوسيليتر، طبعاً شايفين جهاز الأوسيليتر وأيضاً موجود في ورشة الأجهزة الطبية. The oscillator is a very important in the application of a switching power mode اللي هو a staple work to create a low frequency signal to operate the switching mode amplifier and work the oscillator defibrillator circuit system. وهذا البلوك دايجرام يمثل الأوسيليشن سيركت اللي موجود بالجنريتد هاي فولتج بالديفابريليتر. اوكي، يتكون من مجموعة من المقاومات ومن الشبات، راح نشوف تفاصيل هذه السيركت اللي هي اسمها الأوسيليشن سيركت بالديفابريليتر، من الوحدات اللي جدا مهمة في الهاي فولتج اللي هي الأوسيليشن سيركت. Figure 2 shows that the oscillation circuit uses the variable resistance in oscillator to charge of the instant output. مكونات هذه الدائرة، شلون نحفظ هذه الدائرة؟ اوكي، من شنو تحتوي؟ جاهزة دائرة الاوسيليشن؟ زين، صرت انت رسمتيها وقلتي هذا بلوك دايجرام او الدائرة اللي تمثل لي الاوسيليشن سيركت بالديفابريليتر، شلون نحفظها؟ قسمت لكم إياها أيضاً إلى أجزاء، أهم الأجزاء الأساسية اللي موجودة بهذا البلوك دايجرام. The main part of oscillation circuit. أول شيء عندنا ترانزستور يوز NPN ترانزستور ونوعه C945. ثاني واحد كاباسيترز، مجموعة من المتسعات من 10 نانو فراد إلى 100 مايكرو فراد. و variable resistance مقدارها 10 كيلو أوم، و constant resistance مقاومة ثابتة اللي هي 20 كيلو أوم، 560 أوم and 220 أوم. فإذا أجاك سؤال إنه هي ما هي the oscillation circuit، what is the oscillation circuit in a defibrillator device and the main part of this circuit، ترسم لنا the block diagram of the oscillation circuit وتشرح لي أهم الأجزاء الأساسية من شنو تحتوي. هي من إذا أنت حفظت البلوك دايجرام راح تقدر تميز الأجزاء الأساسية، تتكون من أربعة، تتكون من ترانزستور نوع NPN ترانزستور، تتكون من كاباسيتر مجموعة من المتسعات قيمتها 10 نانو فراد و 100 مايكرو فراد، و variable resistance مقدارها 10 كيلو أوم، و constant resistance تتراوح مع 20 كيلو أوم، 560 كيلو أوم و 220 أوم. وهو هذا رسم الأوسيليشن سيركت. نجي على الوحدة الثانية اللي هي Power Supply Charging Unit. الوحدة الثانية هي وحدة Charging Unit. The constant of the unit from the step-down transformer 220 to 14 volt AC. Use the full wave rectifier and a filter and use two battery each one 6 volt. The type of the battery is an ICAD and the circuit diagram figure show the circuit. So the circuit of charging unit. هذه هي وحدة الشحن، وحدة الشحن المتسعة، مواصفاتها ايش قد كمية الفولتية، نوع الباتري المستخدم بها. أهم الأجزاء الأساسية بوحدة الـ charging unit هي وحدة الشحن المتسعة. نوع الـ transformer لازم يكون step down transformer. A step-down unit transformer converts high voltage low current power into a low voltage high current power. مواصفات the step-down transformer that use a closed convert voltage from 220 volt AC to 12 volt AC. نوع الترانسفورمر الموجود هو step-down ومواصفاته واليوزز مالته. الجزء الثاني الموجود بـ charging unit هي neon lamp for indicator of operation of circuit. عندنا الإلكتريكال بريدج ثالثاً use the rectifier and convert the AC signal to DC signal. ورابعاً كاباسيتر اللي هي تكون 1000 microfarad used to correct the ripple in the output of the bridge to a pure DC signal. وخامساً الإلكتريكال سويتش اللي هو الأون أوف سويتش. نجي على السويتشينج باور أمبليفاير. دائرة switching power amplifier. Use the switch power amplifier for amplification signal for the oscillator and connect the output to solid transformer. هذه الدائرة كلش مهمة وشرح أيضا مالتها جدا مهم. الوظيفة الأساسية إلها سوي amplification للسيجنال مالتي بوحدة الديفابريليتر.
We can design a high voltage power supply by simple solar transformer, low term by give up high quality and high efficiency in a high voltage application. وهذه هي الدائرة مالته. شنو الأجزاء الأساسية من هذه الدائرة؟ هسا عرفتوا السيستم شلون يصير، نشرح الدائرة والبلوك دايجرام مالتها ونجي نفصل البلوك دايجرام بأهم الأجزاء الأساسية. لقيت لكم طريقة الشرح المسرد رغبة، يعني لبعض الطلبة يقولون إنه إحنا الشرح الإنجليزي صعب علينا نحفظه كنص، فسويت لكم إياها كأجزاء يعني كأسماء، والهدف الأساسي إذا طلب موضوع معين إنه نشرح عنه أو فد ingredient component أساسي معين لازم نتطرق له، فتشرح بسيط ما يتعدى السطرين عن كل نوع. فأهم الأجزاء الأساسية بالسويتشنج power amplifier، نوع يكون most fit power transistor، يكون بي channel، ونوع المتسعة الموجودة نوع المقاومة resistance تكون 20 كيلو أوم، كاباسيتر 2200 مايكرو فاراد، power switch on off and diffuse be used to protect the circuit نفس الفيوز، وstep up transformer. هاي المكونات الأساسية الموجودة داخل دائرة ال switching power amplifier. زين، نجي على الوحدة الثالثة بوحدة الديفابريليتر اللي هي هسه وحدة، هسه احنا شحناها جهزنا طاقة وشحنا المتسعة، هسه وحدة الديسشارجينج او الاوتبوت مال السيجنال مالتي، اريد اسحب هذه الطاقة الكهربائية اسويها ديليفري للبيشنت. The control unit work to provide two methods to control the discharge of the device. عندي طريقتين اسويها دائرة التحكم الكنترول موجودة. اول وحدة the first method تكون normal manually، إما تكون طريقة التفريغ manually يعني تحت أداء أوامر الأوبريشن إنه تكون أنت تتحكم بها تنطي الأوردر بها، أو تكون automatic method. فالطريقة الأولى first method normal اللي هي تكون manual، we can discharge the charge at any time. This method is a commonly used when the patient heart stop entry to given these charge as a highest possible and any time until the heart muscle stimulated. والسكند ميثود اللي هي تكون اوتوماتيك، it is generated from ECG graph synchronization with the DC defibrillator so that the ECG graph will give a trigger signal in the case wave shape which is stimulated the heart. تعتمد على ال ECG signal مالتي وتسوي stimulation للهارت. بينما بالمانيوال لا، يعني نشوف الهارت ستوب مالتي ونشوف الجراف ونقرر نوع البيتنج او نوع ال DC شوك اللي دي نعطيها start on discharge unit. فهذول الطريقتين تبين وحدة الكنترول أو ال discharging delivery of power to the patient. هذا الفيجر يبين ال signal from the heart period of a trigger signal، وهاي تبين لي الوحدة اللي تطلع بالoscillation مال الجهاز نسبة إلى الoscillation circuit. فالاثنين هم تطلع بجهاز ال defibrillator. Two method. وهاي تمثل مثلا ال peak تمثل defibrillation اللي دا يصير بال ventricle، أو تمثل ال LV pressure وتمثل aortic pressure الصعود مالته والنزول مالته ويا ال PQRST signal of ECG graph. زين، the output circuit composed of the following steps. نوع الدائرة اللي يسوي discharge، نوع دائرة التفريغ تحتوي على المكونات الأساسية اللي شفناها في figure 6. أول شيء the first part is secondary coil of the solid transformer 270 turn to generate high voltage. يتكون من coil ثنائي من نوع transformer أبو 270 لفة على مود يجهز لي مقدار عالي من الفولتية. A coil terminal used in the circuit to special parts because we are give a high voltage and must be careful when they use the devices. النوع الثاني the output of the transformer connect to the capacitor with a series connection to give a voltage equal to 7000 volt DC storage. طبعا الأسئلة الأساسية اللي تجي دائما إنه ليش نوع الربط اللي موجود داخل defibrillator circuit بالoutput unit إن يكون يعني بالdischarge unit يكون series and not parallel. هذا السؤال لكم دائما يجي، ليش نوع الربط الكباسيتر بالاوتبوت يكون سيريز؟
طبعاً لأنسيرز لأنني أحتاج مقدار عالي من الفولتية a high voltage وتتوفر لي إياها بربط السيريز هي الربط المتوالي بينما بالبارل تتوزع الفولتية أنا أحتاج أخذ هذه كل الفولتية وأسلمها مرة واحدة بشوك وحدة قد تصل إلى 7000 فولت. The equation of voltage capacitor إنه V total وهذا يبين الجواب لأنه V total VC1 زائد VC2 VC3 this voltage is controlled by relay which is work as a breaker. The high voltage output from the control relay go to electrode and use isolation to protect from high voltage. طبعا دائما بأي جهاز كهربائي أو بأي جهاز يتعامل مع البيشن دام إنه إحنا دا ننطي مقدار عالي من الطاقة لأداء وظيفة حساسة مثل أنا إذا أسوي defibrillation للهارت يجب أن أقدر أسوي manual control أيضا للتصرف اللحظي مثلا أنا أريد أوقف الديسشارجنج اللي دا يصير delivery مال الطاقة فأكون مثل البريكر سويتش توقفك المقدار مال الطاقة يعني يوقف الإعطاء مال المتسعات مالتي directly إذا الأوبريشن اللي يسوي هذا الأوبشن موجودة داخل الجهاز وهذا هو الأوتبوت والكنترول يونت مال الـ discharging unit circuit. الجزء الرابع اللي موجود بالوحدات ماتي الإلكترودات يعني اللي هو الجزء الطرفي الأخير هسه الجهاز موجود ومجهز بالطاقة وخزنت هذه الطاقة داخل الجهاز ووحدة التفريغ أيضا جاهزة والكويل مشحون وموجود وكامل ومجزأ بمتسعات ومجهزة مقدار الطاقة اللي أقدر أنطيها لعدة مرات أيضا شلون أوصلها للبيشنت هذه الطاقة توصل عن طريق الباتس الباتس مصطلح باتس تشوفون مثل المخدات أو الوسادة اللي موجودة اللي هي حالة حالة الإلكترودات يدات اثنين إلكترودات كبيرة تضع على الجست مال البيشنت تسوي ديليفر السطح مالتها هسه نشوف من شنو مصنوع تسوي ديليفر لهذه الطاقة طبعا إذا تركزون شوية تشوفون مصطلح الكترود احنا مر علينا بجهاز سابق شرحناه وأيضا نتعامل مع الكارديوفاسكولار سيستم الالكترودات اللي كنا نسوي بها بيك اب سيجنال بالاي سي جي جراف يعني بالاي سي جي تشست مجد أخلي ست الكترودات شوفناكم إياها بالمحاضرة النظرية وأيضا بالجانب العملي وأنواع الالكترودات فممكن انه احد يسالك يقول لك شنو فرق الالكترود اللي موجود بالاي سي جي جراف عن الالكترود اللي موجود بالدي سي شوك او الديفابريلاتور ما هو يعني هذا الالكترود وهذا الالكترود وانا اثنينهم دا استخدمهم نفس الاكشن مع الهارت بيتنج يعني مع اما سواء بيك اب اور ديليفري تشارجينج فالمفروض تقدر تميز من العمل مالتهن ومن نوعهن ومن مواصفاتهن الفرق بين these two electrodes. فالإلكترودات مال الديفابريليتر there are a many type of electrode with a different area depending on the patient condition. The pole of the plate aluminium connecting to one of a high voltage terminal and due to the passage voltage it is insulated by insulating materials such as wood isolation. This is a plate and of physician. طبعا الجزء الأساسي لإلام سطح البيشنت يكون مصنوع من مادة الألمنيوم وطبعا أكو النوع الجديد حاليا المصنوع من التيتانيوم أكيد لازم بوحدة عزل على مود ما تتفرغ الطاقة للهات مال الأوبريشن أو مال الطبيب فلازم أكون وحدة عزل عادة تكون بلاستيك طبعا أكو طبقة من الوود من الخشب تعزل لي الباتس عن الهات بي سي ليك مش هالفيزيشن The electrodes are designed several centimeters of wood to the safety of a high electric. ولازم يكون وحدة السيفتي مالتها كلش عالية. لأنه أني دا أفرغ طاقة عن طريقها فما أريد هذه الطاقة تنتقل لي لا للشخص اللي دا يستخدم الجهاز ولا لأطراف أخرى. فيجب أن يكون الديزاين كلش حساس. هذا يمثل الانترنال والإكسترنال ديفابريليتر الكترود والمكونات الأساسية مالته وأيضا مطلوب. زين. احنا اللي هنا تكون انتهت محاضرة الـ defibrillation اذا عندكم اسئلة او استفسارات نزلونا راح احاول اجاوب الاسئلة مالتكم بس اتمنى انه تجهزون وسجلون النوتات اللي ذكرناها بالملاحظة من ناحية فروقات من ناحية استخدامات من ناحية المخاطر أنا حاولت قدر الإمكان أجزئها بطريقة لسهلة الحفظ راح تشوفون كافة التفاصيل بطريقة أوضح إذا وقفتوا على الجهاز بالجانب العملي راح تشوفون كل سيركت من شنو تتكون وشنو مواصفاته حاولنا نختصر لكم قدر الإمكان
الباراجراف المسؤولة عن الشرح الإلكتروني والكهربائي، وجزأنا لكم إياها بالمكونات الأساسية فقط. فنراكم بمحاضرة جديدة الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. في أمان الله تعالى.